السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة موراتيك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم يتعلق بالهجرة نحو كندا. ما هي الشروط وإلا ما هي الأشياء المتوفرة حاليا يعني اللي تقدروا انتوما تستفيدوا منها وإلا تتمركوا فيها باش تحققوا الحلم تاعكم نحو الهجرة إلى كندا. ألو اليوم راح يعاونني خويا العزيز الكناش اللي كتبت فيه الثلاث الحالات وإلى التخواز أوبسيون اللي راهم متاحين للجميع يعني باش يستفيدوا منهم. أول خيار يعني هو الإيميغراسيون عن طريق العمل. الإيميغراسيون عن طريق العمل الناس كل تعرفها، الناس كل عانت منها، الناس كل سمعت بها، سورتو الحكاية تاع الإيميغراسيون إكسبريس، الإيميغراسيون أريما، لونتخي إكسبريس، كندا واي، هذوما كل دي سيرفيس اللي قدموا لكم لا بوسيبيليتي انكم ديروا ان بروفيل وهم يجريوا عليكم في مونريال افيك دي زافوكا باش يحققوا لكم الحلم تاعكم في انكم تخدموا تما والا شونجيو لو مود دو في تاعكم فير كندا. الوغ ديكو الدوله تولات باللي الناس هذوما اغلبيتهم ماهوش كلهم، اغلبيتهم تقريبا هما ناس منافقين اللي يلموا صوارد معناها يقفلوا بيراوات تاعهم ما تلقاهمش. دونك في الخيار تاع العمل انا يا جماعه سيريوزمون ما نخدمش الحاجه هذه، لكن ننصحكم جميعا انكم تخيروا مكتب هجره اللي يكون مكتب قديم يعني عنده 3 4 5 سنين وهو يعمل هو يخدم اجل ضمان على الاقل انكم صوارتكم ما تحطوهمش هكذاك بوغيان دي تو، لانه المبالغ اللي راح تحطوها راح تروح من بين 15 مليون حتى 30 مليون ولا ديغي باش يرجعوا لكم تروح من بين 6 اشهر حتى 3 سنوات في بعض الاحيان حاليا باسكو بكري كانت تقعد حتى 7 8 سنين باش تجيكم لا ريبونس. دونك بوغ ليميغراسيون تاع كندا لو شوا نيميرو 3 هو الدراسه. ليميغراسيون عن طريق الدراسه اللي نيمبورت كي يقدر يديرها، لكن بشرط ان تكون عندك بكالوريا فما فوق. يعني الناس اللي عندهم بكالوريا الحدود تاعهم راها ضئيله، الناس اللي عندهم لا ليسونس الحدود تاعهم راها متوسطه، الناس اللي لحقت الماستر ا ماستر دو الى دكتوراه الحدود تاعكم راها جد كبيره. بالنسبه للدراسه في كندا راها متوفره، انا واحد من الناس نديرها الانسكريبسيون في لي زونيفرسيتي، الانسكريبسيون في لي انستيتو، الانسكريبسيون في لي سونتر دو فورماسيون، هادو كاع راهم متوفرين حاليا واي انسان يقدر يديرهم. يعني تقدر ديرهم سواء عند مكتب فيزا سواء ديرهم وحدك اذا كنت متمكن من الناحيه اللغويه والناحيه التقنيه. عندنا الخيار رقم ثلاثه، الفلاش عورني، الخيار رقم ثلاثه هو السياحة. السياحة اللي هي تخصص تاعي أنا. مؤقتا السياحة راها متوقفة بسبب كورونا، لذلك طلبات السياحة حصريا راها تقدر ديرها اونيكومون اونلاين، معناها كندا اونلاين تدفعها، معناها تمركي في السيت انترنت تاعهم لاك لي جي سي، دير البروفيل تاعك، تبعث لهم الدوكيمون، تخلص اونلاين، اسعار سعر الفيزا اللي تراوح من بين 100 حتى 128 اورو، هما يعطيوها لك بدولار كنديا اللي ما تقارب 160 دولار كنديا. دونك تخلصهم تطلع الفي اف اس جلوبال يدوا لي زومبران ديجيتال تاعك وتستنى لا ريبونس. اذا عطاوك الفيزا يعطيوك ورقه تطلع بها الالجي باسبور يحطوك الفيزا، اذا عطاوك ريفو الريفو يجيك باغ ايميل وانت قاعد في الدار. دونك هذو هما الخيارات الثلاثه اللي راهم متوفرين حاليا بالنسبه للهجره نحو كندا. لكن هذا ما يمنعش انك انت تكون انسان مبدع. كيف تكون انسان مبدع؟ يعني ما تخممش لقدام خشمك، خمم البعيد شويه. انا اعطيتك ثلاث خيارات، عمل دراسه سياحه، لكن انت تقدر تخلق يعني خيار اخر. على سبيل المثال انت عندك معارف في كندا، المعارف هذيك يقدروا يسهلوا عليك الطريق كامل بحيث انه يبعثوا لك كونترا دو ترافاي والا يماركيوك في ستاج ولا فورماسيون لي ديوري تاعها اكثر من 6 اشهر والا يماركيوك في كاش سونتر كاش انستيتو باش انت تجيك الطريقه نوعا ما سهله باش تدفع لا دوموند دو فيزا تاعك وميم طون تهز لا كارت ديتيزيون والا لا كارت دو ترافايور في كندا. هكذا تفتح لك افاق جديده في كندا. يعني اغلبيه الناس الكلام هذا مش حيعجبهم، جو مون فو يعجبكم ولا ما يعجبكمش، انا نعطيكم الصراحه نعطيكم الحقيقه نواجهكم بها. اللي عجبو ماذا بيه يدير جيم ويدير بارتاج، اللي ما عجبوش ماذا بيه ما يدير حتى شي ويخرج من لاباج. كان معكم قاعده مراتك نقول لكم تهلاو لي في بحالكم خاوتي، ميرسي بيان بور لو كاميرامان محمد، كان معكم كالعاده اونكور مراد. تقدروا تلقاوني في تيليجرام انستغرام يوتيوب وفيسبوك، حوسوا فقط على كلمه مراتك. باي.